هيدي لألك. تقلي بعد في شي سؤال؟ هذا كل شيء عندي لليوم، هذا كل شيء لليوم. يلا، العجينة العجينة بتلبي. خفيفة جدا، بتفت فات، محافظة على شكلها، على قشطها، كتير كتير طيبة عن جد، شيء رائع جدا. قلنا ذوقك فيها بشرفك. رائع عن جد، طب مرحبا أعزائي المشاهدين، شو في أطيب من المعمول مد بقشطة؟ أنا كل ما أروح على محل حلويات أول شيء بطلبه معمول مد بقشطة، وكيف إذا كانوا من تحت إيدين الشيف أحمد. تفضل شيف. رمضان مبارك مشاهدين الأعزاء، عليكم وعلى عائلاتكم. طبعا مثل ما طلب مني معمول بمد بقشطة، وأنتوا كمان طلبتوا مني سابقا هذه الوصفة، لذلك اليوم رح أقدم لكم إياها بوصفة مضمونة مثل المحلات وأيضا أطيب. تابعوا معي هذه الوصفة، وطبعا في إشياء خلال الحلقة وأسئلة رح جاوب عليها، منها محرجة ومنها عادية، خليكم معنا. عندي أول شيء هون كوب ونصف من طحين الفرخة، أوكي؟ وعندي أيضا نصف كوب من السميد. بدي أوضع هون كوبين من طحين متعدد الاستعمالات. شيف، شو الفرق بين طحين الفرخة والسميد؟ طحين الفرخة هو ذاته السميد، على طول بيسألوني عن هذا السؤال، طحين الفرخة هو ذاته السميد، ولكن طحين الفرخة هو سميد مطحون ناعم، وطحين الفرخة طبعا بيكمش الأشياء أكتر، يعني بنحط مرات مع المعمول طحين فرخة لحتى لي ما تفت، إذا منكتر السميد ومنحط طحين الفرخة الوصفة بتصير تفرفت معي. هلأ عندي من بعدها ملعقة شاي من المحلب، محلب اللي ما عنده محلب فيه ما يستعمل محلب، أوكي؟ بدي احرك هيدي المكونات اول شيء مع بعض على يختلطوا. هلا حركناهم مع بعض لحنحط الزبده، فينا نستعمل سمنه، انا اليوم عم بستعمل الزبده. نولنا هالزبده الله يخليك، سلموا هالديات. عندي هون كوب وربع من الزبده لينه مثل ما عم تشوفوا عندي. تفضل يا عزيز. هلا بدي اعمل شغله، بدي اخلط هيدي المكونات اول شيء مع بعضها لهيدا السميد يعني يطرى ويختلط مع الزبده ويترطب، اوكي؟ هيدي شغله مهمه. هلا بدنا نخلط هيدي المكونات بالايد مع بعض. شايف هلا نحن هون استعملنا زبده، اذا بدنا نستعمل سمنه هل بنحط نفس المقدار؟ لا، في شغله انه اذا استعملنا سمنه، السمنه فيها رطوبه اكثر، يعني رطبه اكثر من الزبده، فاذا استعملنا سمن بهيدي الوصفه بدال الكوب وربع منقلل شوي من السمنة، يعني ما بنستعمل كوب وربع سمنة، بنستعمل مثلا كوب وملعقة طعام بيمشي الحال. شوفوا عندي كرمبلي صارت بهيدا الشكل، هيدا الشيء مهم. طيب هلا بدنا نضيف بعض المكونات اللي هي عندي بيكربونات الصوديوم، كتير مهمة بالوصفة مشاهدينا الأعزاء. اوكي؟ خميرة جافة فورية، عندي ربع ملعقة شاي من بيكربونات الصوديوم وأيضا نصف ملعقة طعام من الخميرة الجافة الفورية. ما بدي اقاطعك، بس شو وضع هاي؟ هيدي السكر ما نسيناها على فكره، نحن السكر رح نخلطه مع الحليب مشاهدينا الاعزاء ونرجع نحطه مع هيدي المكونات، وهيك بدوب عندي وبتطلع النتيجه ممتازه. عندي هون 3 ارباع كوب من الحليب السائل وعندي كوب من السكر، بدي اخلطهم مع بعض. طيب خليني احط السكر مع هيدا الحليب، اوكي؟ بدنا نحركهم. اعطينا شي معلقه الله يخليك. لحظه شوي. جهزها جهزها المعلقة. يا سلام، معك شي 100 دولار؟ هلا لا. نحرك هيدي المكونات مع بعض، وهلا بنضيفهم على دفعتين، اوكي؟ بنضيف اول دفعة وبنخلط، بنرجع بنضيف الدفعة الثانية وبنخلط. المريز وين المريز؟ هيدي المريز. هلا بنحركهم بهيدا الشكل، بنضيف الدفعة الثانية من الحليب والسكر وبنخلط كمان الدفعة الثانية. شوفوا عندي العجينة كيف صارت، مثل ما عم تشوفوا لزجة بهيدا الشكل. طبعا هلا رح ترجع تشد عندي، بس ريحها مشاهدين الأعزاء لأنه بدي غطيها وريحها شي 50 دقيقة بحرارة الغرفة. بهذا الوقت بدنا نعمل قشطة كتير طيبة. اللي تفضل. كنت حابب اقاطعك بس في سؤال مشان ما انساه، الكربونة هي بيكربونات الصوديوم؟ ايه صح، الكربونة هي على فكرة بيسألوني كتير هيدا السؤال، شو هي الكربونة؟ بسأل لهم بكربونات الصوديوم بيقولوا لي اوكي. اللي بلبنان بيسألوني شو هي بكربونات الصوديوم؟ بقول لهم هي الكربونة، بيقولوا لي اوكي. بتخلي الوصفة ما تعجن على بعضها، عرفت كيف؟ وأيضا كمان بتعطي لون واحد لكل هيدي المعمول، بتعطيها لون حلو، بتحافظ على اللون، بتعطي لون، مثل ما قلنا بتخلي
هيدا العجين خفيف من جوا وهش، اوكي هش. هلا رح نغطيها، بدنا نعمل قشطه اليوم، قشطه الشيف احمد بالمنزل. خليكم معنا. حليب سائل كامل الدسم، بده يكون كامل الدسم والا ما بتعطيني قريشه. عندي كوبين من حليب كامل الدسم، بدي احط معهم خل ابيض، عمول معروف بتعطيني خل ابيض، اوكي تقريبا ملعقه طعام، اوكي مشاهدينا. وبدي اولع تحتهم ليفصلوا عندي، رح احط تقريبا ملعقه طعام من الخل الابيض، اوكي. و شو صايم مش صايم؟ شو بك شايف عم نصور قبل رمضان؟ بنولع تحتهم وبنحركهم شوي شوي ليفصل عندي الحليب. شوفوا عندي بلش يفصل مباشرة، بس يبلش يسخن يعني شوي صغيرة لح يبلش يفصل. هلا بدي استمر بتحريكه هيك شمال يمين ليصير المي فاصلة عن الحليب، ترانسبارون يعني. بدنا نصفي هيدي القريشة، شوفوا عندي فاصلة رائعة، نتركها لتصفي عندي على حدا، شيل هيدا على جنب. شايف هيدي المي شو بنعمل فيها؟ هيدي المي فيك تسلق فيها معكرونة، فيك تعمل منها عجين، يعني هيدي فيها فوائد على فكرة المي، اوكي؟ فينا نسلق فيها معكرونة، فينا نخلطها مع نستعملها كمي بالوصفات، فينا نعمل فيها نعجن فيها، كتير مهمة، اوكي؟ وفينا نكبها كمان. فينا نكبها. ايه. عندي هون مشاهدين الأعزاء كوبين من الحليب الكامل الدسم، اوكي؟ وعندي 4 ملاعق طعام من الطحين. قبل ما يسخن الحليب بدي احركهم ليدوبوا مع بعض. طيب بنحرك شوي شوي لبلشوا يسخنوا عندي المكونات مشاهدينا. طيب وهلا بدنا نضيف عندي السكر، عندي هون نص كوب من السكر لانه القشطة اليوم بدنا نعملها تطلع حلوة. هلا القشطة عادة ما بنحط فيها سكر نحنا، بس لانه مد بقشطة فيكن يا تخلطوا سكر بودرة بس تخلص القشطة، وفيكن تحطوا ديركت سكر مع الحليب، اوكي. هلا بدنا نحط السكر مع. شيف عندي سؤال. ايه تفضل. شو اكتر طبق بتحب تحضره؟ ما عندي طبق محدد لانه المطبخ كتير واسع، وخاصة اذا كان عندك عمر بهيدي المهنة. انا بالنسبة لي شخصيا ما في عندي طبق معين بحب حضره، يعني في كتير اطباق صراحة. طيب لكن في شي مطبخ معين بتحب تشتغل فيه؟ ايه صراحة ايه، يعني هلا طبق في اطباق كتير بحب اعملها، بس مطبخ معين خلال يعني مسيرتي بهيدي المهنة، ايه في مطبخ معين اللي هو صراحة المطبخ الفرنسي. انا بحب اشتغل بالمطبخ الفرنسي، طبعا في مطابخ الطلياني حلو، العربي اكيد، بس انه شغل الفرنسي بيجي هيك خفيف نظيف ما بيقولوا. عندي هون 4 حبات مستيكا مثل ما عم تشوفوا، بدي رش عليهم شوية سكر لاطحنهم، اوكي، لحتى ينطحنوا معي ويفرطوا بمعلقة هيك مشاهدين الاعزاء. مستيكا كتير طيبة، بتعطي طعمة للقشطة رائعة. هلا اشتدت عندي مشاهدين الاعزاء، شوفوا بدي اتركها على النار ترجع تشد اكتر، بحط المستيكا والسكر، وعندي هون ايضا 2 ملاعق طعام من الزبدة، والاحلى من هيك 3 مكعبات من جبن الكريمي، اوكي. هيدي هون صرنا خلطة الشيف احمد واسرار القشطة الرائعة المنزلية طبعا. طيب هلا بدنا نستمر بتحريكهم تقريبا شي دقيقتين ليشدوا عندي ويتخثروا، بكون عند القشطة الرائعة جاهزة مشاهدينا الاعزاء، اوكي. طيب نحركهم هلا. شاف سؤال. ايه تفضل. هيدي شو؟ انا عم اقول في شي ناقص، في شي ناقص، شو هو؟ مشاهدينا الاعزاء القريشي طبعا بنحطها مع الزبدة و المكونات هيدي، يعني بنحطها مع الزبدة والجبنة. هلا صارت القشطة مزبوطة، شوفوا عندي بعد شي 2-3 دقايق شدت القشطة عندي، هيدا الاشتداد بدي شيلها على جنب طبعا رح ترجع عندي تشد بس تبرد. شوفوا القريشة ما احلاها، هيك لازم تكون هيدي القريشة، بتحسسكم انه القشطة قريبة للقشطة الطبيعية. رح شيلها على جنب. حطينا القشطة مشاهدينا بوعاء، هي وسخنة ما مشكلة، على طريقة الكريم باتيسير، اوكي، وغطيناها مع الالتصاق بالنايلون اللاصق بهذا الشكل، اوكي، لانه اذا تركتها مكشفة بنشف وجهها بتقعد تمام. اتركها بحرارة الغرفة لتبرد وبرجع بدخلها على البراد لتجمد عندي. شيف سؤال شخصي شوي. تفضل. بس بتمنى انه جاوبني عليه بصراحة. ايه تفضل. إذا قدمت طبق لشخص معين، ايه، وما عجبه هذا الطبق، كيف بتكون ردة فعلك؟ هلا لك الصراحة ما يعني في كتير ناس ما بتحب الانتقاد.
صح. عرفت كيف؟ خاصة الشيفية بالمطبخ طالع صيتهم انه ما في شيف بحب حدا ينتقده او شيء، بس لا طبعا نحن بدنا نتفهم الناس صح. عرفت كيف؟ بصراحة انا عادة بالمطاعم بقدم مثلا هيدا الطبق بكون مقدمه لكذا شخص، لمئات الاشخاص، عرفت كيف؟ ممكن يجيني شخص ما يحبه. هلأ ليش؟ اوقات ممكن في شيء معين ما بيحبه هيدا الشخص بقلب الطبق، بده يعبر عنه انه انا ما عجبني الطبق، عرفت كيف؟ هيك بيقدر يعبر هو مرات. بدك تتفهم الاشخاص، بدك تفهم العالم، عرفت كيف؟ وبدك تقبل الانتقاد، ولكن بدك تستوضح منه. يعني اذا مثلا يمكن تكون حتطلب فطر بالطبق يقول لك مش طيب الطبق، تشيل الفطر، شو زعجك انت بالطبق؟ بتشيل منه المكون بس. ولكن في شغله مهمه، هيدي الشغله ما فينا نعملها على طول. يعني مش كل شخص اجى قال لك ما عجبني الطبق تيجي تغير الطبق كله. يعني اذا عندك 50 او 100 شخص حبوا الطبق واحد ما حبه، هيدا بيكون هو ما بيحب الاكل يعني. وفي شغله مهمه بدي احب اقولها، انه الشاف الناجح لازم يعرف انه انا كل طبق بعمله لازم تحبه كل العالم. لازم انا اعمل طبق بدها العالم كلها تحبه، طبعا بغض النظر عن الناس الاكل كلها ما بتحبها. مثلا في واحد عملت له طبق بازيلا، طب هو ما بيحب البازيلا ما هيحبها، بدك تفهم هذا الشيء. بس ولكن بشكل عام لازم اطباقك العالم تحبها، نفسك لازم يكون طيب على الاكل. هيدي العجينه تحت عندي تقريبا شي 50 دقيقه، شوفوا عندي طبعا شدت شوي بهذا الشكل. عندي صينيه 25 سنتي بدي ادهنها بالزبده او بالسمنه، اوكي، كلها عن الجوانب ومن تحت. اي نوع نايلون بستعمله تبع البرجر او اي نوع بدي اعملها على طريقه الكبه بالصينيه، بتطلع عندي نفس المستوى من فوق ومن تحت. اول شيء بدي اشيل العجينه هيدي، حط كميه هون، وبرجع من بعدها بدي وسعها هيك وحط فوقها نايلون وورق. طبعا هلا بدي احطها بهذا الشكل وبحط فوقها النايلون، اوكي، تاني وبلش رقها. يا سلام من عجين رح تطلع، وسعلي هيك وبنبلش. شيف تفضل. عندك مهارات تانية غير كونك شيف؟ ايه، في مهنة تانية غير كوني شيف اللي هي كيف بيحلقوا الحلاقين؟ بيكم شو المقص هيك؟ حلاق رجالي. هلا يمكن شوي رح يتفاجئوا المشاهدين، انا عندي مهنه تانية اللي هي حلاق رجاله، مش مبتدئ، قديم. انا بشتغل كمان، كنت حلاق رجاله وتعلمت الطبخ بالمعهد، تخرجت وكملت اتعلم بالمطاعم والاوتيلات وبقيت على الطبخ. طيب شوفوا عندي هالعجينه متساويه، صارت عندي جاهزه. هلا بشوف اكبر من الصينيه لازم تكون بشوي، بدي اعمل اثنين من هيدي العجينه، اوكي مشاهدينا، ومدن من تحت وقشطة بالنص ومن فوق. هلأ بعملها بهذا الشكل وبقلبها، اوكي؟ طيب هلأ من بعد ما كبستها بدي اطلع بالعجينة هيك، اطلع بالنايلون. هلأ الزوايد بخليها شوية عالية من هون وبشيل الزوايد، اوكي؟ طبعا بدي احط فوقها ارجع نايلون وملسها لتطلع عندي نفس المستوى تقريبا، تطلع حلوة هيك ومرتبة. وبدي شيل النايلون. عندي الصينية هون جاهزة، لأن القشطة ما سقعت كتير لأنه بدنا نعملها هيك بسرعة، بس ولكن بردت. وعندي فستق حلبي مطحون حسب الرغبة، رح أحط لها أول شي رش بهيدي الصينية هيك فستق حلبي ووزعهم من الكعب، أوكي. وهلا بدنا نبلش نحط القشطة عليها ونمدها، شوفوا رائعة جدا قوامها، وطبعا بس تسقع عندي كتير رح يصير قوامها أحلى وأحلى. بدنا نوزع هيدي القشطة بسباتول بهذا الشكل بشكل متساوي. طيب هلا مديت القشطة، سقعت العجينة شوي، الثانية بدي احطها من فوق. يعني إذا بتسقعوها شوي بتكون سهل كتير إنكم تمدوها. بنفس الطريقة أنا رح استعمل من هيدي الميلة هلا، أوكي، شوفوا ما أحلاها، بتقلب عادي إن كان اللي تحت واللي فوق، إذا سقعتوها بتكون سهلة عندكم الشغل فيها، أوكي. والزوايد طبعا رح نرجع نشيلها نحن. هلا اول شيء على الاطراف، متاكد انه سكرناها على الاطراف، بنشوفها من هون على بعضها لتكون سكرت. بكعب المعلقه لدخلها على بعضها عشان تتغطى القشطه بهذا الشكل، اوكي. طيب هلا مشاهدينا الاعزاء بدنا نعلمها بالشوكه وندهنها
بالزبدة أو بالسمن إذا بتحبه بهيدا الشكل. شيف على سيرة نعلمها، بتحب تعلم الطبخ؟ أكيد. سأل المشاهدين بيعرفوا، مشاهدين الأعزاء شو قولكم، بينفع أنا أعلم الطبخ ولا لا؟ بقول لك تعال تفضل أنت تعلم كمان عندي، علم لي هيدا لشوف. يلا عمل لها هيك بهيدا الشكل بس من دون ما تقسي إيدك، تفضل لنشوف هيك بتعطيها شكل حلو. هلا عملنا الشوكة غلط بس يلا كمل شوي شوي، تنزعلنا شيها ولا نقدمها دخيلك؟ ايه برافو برافو عليك برافو، تمام يلا منكمل مشاهديننا تعليمها ونرجع منسقيها بالزبدة من الأعلى، بنروح فيها كمان بالعرض بهذا الشكل، نصب عليها الزبدة تعطيها لون لون كتير حلو من الأعلى، وشوي شوي كمان عشان ما نروح الشكل. هلا على طريقة الكبب الصينية بس خرم واحد هيك صغير بالنص اوكي مشان يطلع على الهواء ما تقب عندي، دخلها على فرن محمد مسبقا درجة الحرارة 175 مشاهدين الأعزاء بنص الفرن، بدها تقريبا شي 35 دقيقة وكل واحد حسب فرنه، راقبوها لتتحمر عندي وتستوي من تحت ومن فوق وبتكون جاهزة. تفضل على الفرن. على الفرن هون الفرن تحت شي رائع، شمل لي هالريحة ملت المطبخ مشاهدين الأعزاء. شوفوا عندي منا صينية مد بقشطة، شوفوا هاللون ريحة، رح نتركها لتبرد ونقطعها ونقدمها شي رائع. هلا بعد ما بردت عندي رح نقطعها مشاهدين الأعزاء، شي مميز شي فخم. هيدي لإلك تقلي، بعد في شي سؤال؟ هيدا كل شي عندي لليوم. هيدا كل شي لليوم. يلا تعرف شو هيدي بدها هيك، هاي بسم الله مثل ما هي هيك خفيف. رائع شيف، شيء رائع جدا، قلنا ذوقك فيها بشرفك. رائع عن جد طب. كيف العجينة؟ العجينة العجينة خفيفة جدا بتفت فات، محافظة على شكلها القشطة كتير كتير طيبة عن جد. مشاهدين الأعزاء إن شاء الله نراكم في حلقة المقبلة.